طيب النفس وطيب الخاطر. واحنا ممكن نتكلم مع الزوجة ازاي توصل لمرحلة طيب النفس والخاطر دي، لكن هو الزوج نفسه قبل ما يطلب منها اي جزء من الفلوس بتاعتها لازم يكون مستشعر معنى طيب النفس ده. تخيل لو الزوجة معاها راتب او فلوس وهي دلوقتي قاعدة مع نفسها ومحتارة وبتقول اساعد ولا بلاش اوفر فلوسي لنفسي، انا هم باباهم يصرف عليهم. لا، هو الامر ان الفلوس دي اصلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. والنقص في المال ده ابتلاء، والنعم بتزيد بالشكر. والإنسان مننا لما يكون معاه نعمة لازم يعرف يزودها ازاي، مش هيزودها بكثرة المشاريع بس، لكن هو بيحتاج يقدم شكر ربنا سبحانه وتعالى على ان هو اداله النعمة دي. الزوجة لو عايزة تقعد مع نفسها وتتفكر في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، مش هتلاقي باب في بر احسن ولا افضل من ان هي تسعد اسرتها.